السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير ان شاء الله. وانتم ما كتشوفوا هذا لا فيديو، صباح التفاؤل وصباح الطاقه الايجابيه. ان شاء الله نهاركم يكون منتج وكل شيء اموركم بخير. المهم حبيبي، قبل ما نهضر معكم اليوم غادي نمشي عند الطبيب ديال السنان، حيت السنان ديالي كارثه عظمى. اكثر من عامين ما مشيت عند الطبيب. كان الكونفينمون، انا البنات اللي معايا شحال هذه عارفين انني عملت جوج مرات السلك، يعني الفيلي دونتير ولي باغ، من 16 عام عاودتهم قبل. وكنت كنتبع طبيب السنان ديالي بزاف، كنعمل دي تختخاج على الاقل جوج مرات في العام، وكنعمل بزاف ديال لي سوان وهادشي كامل. مي مؤخرا تهاونت، عامين تقريبا مشيت لطبيب السنان. كان الكونفينمون، كانت الامور شي شويه الوضعيه مرونه، وكنشرب القهوه بزاف، وسنان ديالي صفارو على ملي بديت معكم لي فيديو شحال هادي، كانوا فريمون سنان ديالي بويط، ودابا صفارو. ماشي بويط ببلونشيسمون حيت عمرني ما عملت بلونشيسمون، ولكن بويط بلونتروتيان بلي سوان بديك شي كامل. المهم صافي، دابا جا الوقت اللي رحلت، قررت انني بحال ديما نتبع سنان ديالي حيت سنان مهمين. وكنصحكم حتى نتوما البنات تبعوا سنان ديالكم، بالخصوص حنا اللي هنايا عندنا الحق في لاميتوال، وعندنا الحق في غسيل السنان مره في العام غراتوي بالنسبه للناس اللي ماشي بامكانهم. يعني فريمون كاين باش تقدروا تتبعوا هذا الشيء بلا ما تخسروا، زعما واخا ما يكونش بامكانكم. الحمد لله في واحد الدوله اللي عندنا بزاف ديال الحقوق. المهم قبل من هذا الشيء كامل البنات، غادي نمشي نشوف اول مره، نشوفوا تحت الكابين كيفاش عامله، نشوفوا الاثمنه كيفاش عامله، نشوفوا المعامله ديالهم كيفاش عامله. حيت انا دابا بحالكم كنكتشف، يعني دابا انا بديت الغربه من جديد، يعني هزيت من مدينه لمدينه، ما كنعرف فيها حتى حاجه، ما كنعرف والو، ما كانش جي بي اس، كل مره فين انا تالفه. دونك ملي كنكتشف شي حاجه كنبارطاجيها معكم بالصوت، ولكن خصني نشد حيت الصداع. مي قبل من هذا الشيء كامل البنات، المهم انا ما بقيتش كنبغي نجاوب، حيت كنبغي ندخل في مواضيع سلبيه، حيت انا عارفه البنات كيدوزوا وقت مزيون هما كيتفرجوا فيا، وحتى انا كندوز وقت مزيون، وانا كنقرا التعاليق ديالهم ونجاوبهم. بعض المرات كاين شي تعاليق اللي كيطيحوا لك شويه المورال، ولكن غير مؤقت، من بعد كتقول مع راسك شكون كاع يكون هذيك. فكر مع راسك، تقدر تكون شي وحده اللي زيرو ثقافه زيرو تربيه، شي وحده محملكش، شي وحده عندها يوتيوب كتدخل بكونت اخر باش تاتاكيك، حيت انت كتشوفك انسانه ناجحه في حياتك، يعني ناجحه في حياتك ماشي غير في يوتيوب. مي كنوقف هنايا، ما كنتبعش هذا الشيء اولا كنمشي فيه بعيد، حيت راسي كبير كنمشي ديما للقدام، ما كنرجعش للور، وما كنتبعش الناس اللي فاضيه اللي ما عندها ما دير. مي البنات اللي كيتبعوني كيدوزوا وقت مزيون، فمساكن الله يحفظهم ليا ويكبر لي بهم. عرفتو كنلقيتكم، كنت درعتكم كاملين، عرفتي شنو قلت لصاحبتي؟ والله العظيم قلت لهم كرهتي نعرضهم كاملين، ولكن ما عتعوليش في الدار. كان بامكاني نعرضكم كاملين نهار واحد، عرفتو في هاد الروينه في كلشي ديالي. المهم هادوك البنات كيدوزوا وقت، اللي فريمون البنات اللي ابوني عندي، اما هادوك اللي كيدخلوا يعيروا فريمون ما ابونيش، حيت ما كيسخاوش بيك حتى يعطيوك ديك ابوني. مي هما فريمون وحلالهم هنا، مي هادشي ما كيطيحش بيك، بالعكس راه كيخ. حيت لو انت لا شيء او لا انت لا شيء، وحتى هادي درت لكم مثلا، شوفوا معايا واحد كل شهر في الزنقه ناعس، واش كيهضروا عليه الناس؟ واش كيعطاكي واه؟ واش كيزبلوا فيه؟ كلشي كيعطف عليه حيت مسكين ضايع حياته. ولكن شي واحد واصل، هذه هي الحياه، واصل ما كتعنيش ان يكون عندك الفلوس، وان حيت الفلوس الارزاق بيد الله. واصل هو انك انسان ذكي، عندك عقل، وعندك توازن في الحياه، وكتعيش كيف ما انت بغيتي، وراضي على حياتك، واهم حاجه عندك الضحكه. الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. انا بالنسبه لي هذا هو اكبر نجاح، كل فلوس رزق بيد الله. يعني شحال من واحد عنده العقل وعنده راس المال ومشالو كل شيء، وشحال من واحد ما عنده والو، والله رزقه من حيث لا يحتسب. يعني فريمون فاش كنقول لكم ناجح، كنهضر على النجاح، توازن وطريقه العيش وفهم الحياه بصح. المهم انا ماشي مالك، طبعا كنخطا وكنعمل اخطاء وبزاف ديال الاخطاء، الله يسمح عليا ويتوب عليا. ولكن الحاجه اللي متاكده منها هي انني عمرني ما اديت شي واحد، وكاع المحيط ديالي والناس اللي كيعرفوني وانتم كلشي عارفين هادشي، وعمرني ما نادي شي واحد، امبوسيبل. نتادى انا، نفضل نكون انا ضحيه كيكون هذاك الانسان اخر ضحيه. ولكن ضروري نجاوب، حيت البنات ديالي مساكين كيدافعوا عليا وكيتعصبوا وكيجاوبوا تما وكيفريمون كيعطيوكم العصير. مي ابخي انا ما نقدرش نخليهم يدخلوا هما بالحب، وانا كنحمق عليهم وشكرا، وكنفرح بزاف البنات، لان فريمون ماشي غير كتعطيهم العصر بالعقل وبالثقافه وبالباجاج وبكاين ما يتقال، يعني فريمون كتكونوا مقنعين بزاف، وهذه حاجه كتشرفني. ودائما كنقول لكم اكبر نعمه هما شكون الناس اللي عندك في القناه، ماشي هو العدد اللي عندك في القناه، لان مهم شكون هما الصحاب اللي عندك. وانتم نعمه كبيره، حيتاش فريمون الناس واعيين ومثقفين. كاينين واحد الفئه اللي ماشي من القناه كيدخلوا بحال اللي قلت لكم. المهم غادي ندخل بين قوسين، الحجاب ديالك كان حسان، وعلاش رجعتي الحجاب وانت ماشي مسلمه؟ اول حاجه انت، اولا انت ماشي في يدك سوارد الجنه، تكون عيدخل الجنه تكون عيدخل النار، هذه وحده. ثاني حاجه، مشكله الا كنتي كتبعني حيت عامله الحجاب، مشكله حيت ما خصكش تتبعني حيت انا عامله الحجاب، نقدر نكون انا عامله الحجاب وانا بنت الحرم، خصك تتبعني على شنو عندي هنا، على باش كنفيدك، على الطريقه ديال العيش ديالي، على الحوايج اللي كنبارطاجي معاك، منهم لاديكو، منهم الكوزينه، منهم سعاده العيش، لا جوا دو فيفغ، منهم هذا الشيء كامل. على شنو انا؟ ماشي شنو انا لي زابارونس ديالي، حيت هذوك نقدر انا نعمل الحجاب ونجي نهضر معاك في يوتيوب، ولكن انا ما يمكنليش حيت انا ما كنعملوش عليك، كنعملو على راسي. اول نهار بنت في يوتيوب كنت بالتوربون ياكو،
وبقيت واصلا سنين وانا كنعمل التوربون اكثر من 10 سنين. من بعد واحد النهار قال لي راسي مره كتجيني نعمل الحجاب راسي، ماشي حيت شي واحد قال لي ولا على راسي. قلت لكم البنات فوالا اليوم قال لي عقلي نعمل الحجاب دعيو معايا بقى شبرا فيه. عملت واحد مده عاود العقل ديالي قال لي حيد هذاك الحجاب، بغرت النظر انا صح اولا انا غلط. الله يهديني الا انت عامله الحجاب بصحتك، وانا الله يهديني ويهدي الناس كاملين. راه شحال من وحده يوتيوبيه كتبعوها ولا انفلونسوز ولا اللي كان ولا في الحياه ولا صاحبتك ولا جارتك ولا استاذه ولدتك، وهي مثلا مغربيه ولا جزائريه ولا تونسيه ولا من اي دوله، وهي ما عامله حجاب لابسه الشورت مقزب حتى الكرش طوب كروب طوب. حياتها هذيك هي حره، انا ما كيهمنيش هي شنو لابسه، هذاك الشيء شغله وما عنديش حتى الحق ندخل فيه. علاش؟ حيت هي ماشي داعيه اسلاميه ولا لابسه داك الشيء، هي انسان كيعيش حياته، فانا كنحترمه وكنقدره على شنو عندها في دماغها وعلى الطريقه ديالها معايا لا غير. حاجه اخرى ما كتهمنيش بينها وبين الخالق ديالها. وانا كنظن ان ما عندوش الحق شي واحد يقول لي علاش عملتي التوربون او لا، حيت انا قناتي لا علاقه لها بالدين ولا علاقه لها بالسياسه. قناتي ماشي داعيه اسلاميه اولا كتهضر في الدين وكتجي تقول لكم على الدين وانا مثلا عامله التوربون، لا. دونك ما كيبقى لكش الحق انك تقول لي هادي، كتبقى نصيحه لله في سبيل الله حبا فيا. وهذوك البنات اللي كتبوها لي حبا فيا جاوبتهم بقمه الحب، حيت هما باغيين لي الخير وباغيين يشوفوني معاهم في الجنه ان شاء الله مع الناس اخرين، واخا حنا ما عارفين شنو هي السيئه اللي كتدخل الجنه وشنو هي الحسنه اللي السيئه اللي كتدخل النار وشنو هي الحسنه اللي كتدخل الجنه. يعني حتى شي واحد ما عنده السوارت، والعلاقه ديال الانسان باللي خلقه ما كيعرفها غير اللي خلقه. يعني كاين شحال من واحد عامل لي زابارونس وهو انسان خايب والعكس صحيح. فهاد الشيء علاش الكلام الخايب والساقط والزبال ما عنده باش يفيد، راه حشومه حيت كتنرفي لي البنات ديالي اللي كيتفرجوا، كتستفزوا بزاف، كتستفزوا البنات اللي كيتفرجوا اللي كيجيو يدوزوا وقت مزيان وكيوليو يعطيوكم ويجاوبوكم ومساكن عاملين في خاطرهم على مسبتي. راه انا انسان الحمد لله عادي، قلبي مزيان وبزاف، وانتم كتعرفوا هادشي، ماشي كنشكر راسي. وربي كيسهل عليا في الحياه، واكبر نعمه سهل عليها الله فيا في الحياه هو انني عطاني نضحك، حيد لي الاكتئاب، الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. ثم تابعوني على شنو انا كيفاش عامله. اللي عجبكم مني خذوه، واللي ما عجبكمش مني خليوه، واللي ما عجبتوش هو حر سيتو. اما انا كيفاش كنلبس وهذا، هذاك الشيء راه شغلي، وانا راه عندي لي ليميت ديالي وعندي لي برينسيپ ديالي في الحياه. وانا قبل من هذا التورنو راه كنت اكبر متبرجه، وسبق لي قلت لكم وعاودت لكم. وحاجه وحده اخرى، انا راه يما وخالتي وباقي ما كيعملوش الحجاب، الله يهدينا والله يهديهم. كيف ما عندي ولاد عمي من 10 سنين هما كيعملوا الحجاب، كل واحد الله يهديه وكل واحد كيفاش كيشوف الحياه والرؤيه ديالو للحياه لا غير. البنات دونك بلا ما نجرحوا ونطيحوا بالكلام، راه ما كيعصبنيش. مي ما بغيتش صحاباتي مساكن اللي كيدوزوا وقت مزيون هما كيتفرجوا فيا يتعصبوا معاكم سيتو. سمحوا لي حبايبي الميموار عمرت لي. المهم خلاصه الكلام، اي حاجه عندها علاقه بالدين ديالي مع الله كنتمنى تبقى شخصيه وتبقى ليلي. وبيان سور البنات اللي كينصحوني من القلب كنحترمهم وكنقدر هذا الشيء فيهم، لان كنعرفوا قمه الحب ومن القلب. انا ما كنهضرش مع هاد البنات هادو، كنهضر مع داك انتم عارفين، وهادوك ما كيستاهلوش نهائيا انني نخصص لهم وقت في الفيديو ونجاوبهم. ولكن فريمون ليكم نتوما، حتى البنات ملي كنقرا تعاليقكم وكنشوفكم كيفاش كتدافعوا عليا وكيفاش، حيت عندكم الحق، حيت منطق، حيت ما يمكنناش ندخلوا في الحياه الناس لهذا الشيء هذا، ماشي حيت هما في لي ريزو سوسيو غادي ندخلوا حنا في العلاقه ديالنا بينه وبين الله، بالخصوص ان القناه ديالهم ما كتهضرش على الدين. يعني فريمون كاين واحد التناقض كبير. المهم خلاصه الكلام، الله يهديني، انا باقا صغيره كيعجبني اللبس، كيعجبني الحياه، الحمد لله كنحمد الله ونشكره على هذا اللبس اللي كنلبس، لان قبل كنت كنلبس اكثر من هيدا. فالله يهدينا كاملين. المهم هو يكون القلب ابيض ويكون نقي وما ناديوش الناس، حيت هذوك اللي كيدخلوا يزبلوا هذوك خاطئين بزاف، وهذوك هما اللي عندهم واحد الاثم كبير بزاف، حيت اداو شي راسهم او لا عملوا شي حاجه بينه وبين الله، باغ كونتخ اداو الناس، فالله يغفر لهم. المهم انا ما غنسمحش اي واحد زبل فيا واي واحد قال فيا كلام خايب، واي واحد اداني كيف ما كانت والله ما نسمح له، حسبي الله ونعم الوكيل، وخا الله مسامح كريم، مي انا ما بغيتش نسمح له. علاش غادي نسمح له؟ هو انسان كبير وعاقل وملقح، انا ما كتجينيش في بالي نادي الناس، ما يمكنش شخصي يكون عندي العقل، ما يمكنش نادي الناس. راه اي واحد سببت له شي مأدية، راه انا راه شي مره الا قلت غير شي جمله هكذا فلتت مني، راه كيبقى يحرقني الضمير ديالي، من بعد كتقدر لي في بالي وتضل لي بالي. فاكيد هما ناس كبار وعندهم العقل، ما يمكنليش نسمح لهم، حيتاش هما تعمدوا هذا الخطا، ماشي خطا وتنادموا معاه. فهادشي اللي كاين. دونك انا الحمد لله ما مقلقه من حتى شي حاجه، الحمد لله الحمد لله، حمدتك وشكرتك يا ربي اللي وصلت لهذا النيفو ديال المناعه. ولكن فريمون ليكم نتوما الحباب ديالي، بغيتكم بحال ديما تفرجوا ندوزوا وقت مزيون، نتبازوا على داك الشيء اللي كنقدم، على الديكو، على الطياب، على النصائح، على حب الحياه، على بزاف د الحوايج اللي بوزيتيف، ونساو الحوايج اخرين اللي عندهم علاقه بيني وبين الخالق. المهم ما نطولش عليكم، دابا نتلاقاكم من بعد. البنات كنفرح ملي كنجي شي بلاصه شي دونتيست ولا شي حاجه وكنجبر عندهم الباركينغ، بصح كنفرح لان كتجبر فين تباركي ما كتعدم ما والو. فوالا غادي ندخل.
فوالا هانتوما بدنا تخرج. صراحه كان كلشي غزال كلشي غزال. دابا نهضر معاكم في الطوموبيل. لا مانيفيك كلشي داز مزيان. هانتوما المنطقه كيفاش عامله مزيونه الدنيا هنايا. الغزالات ديالي خرجت من عند الدونتيست كان كلشي غزال رائع. كان الكابين نيكل نقي بلاص الباركين كانوا ناس اللي في مستوى. الثمن ما خلصتش بزاف 62 يورو خلصت الغسيل ديال السنان ومن بعد غادي ترد لي لاميتويل وعادها 66 خلصت البنات. انتما 66 يعني تقريبا بحال بروكسل حيت من بعد غادي ترد لك لاميتويل. كاين غايقولوا لي البنات حنا ما كنخلصوش وي حيتاش كاين بزاف البنات اللي عندهم داك ستاتو اومنيوم زعما ما كيخلصوش. مي انا كنخلص لان حنا بجوج بينا عندنا الصالير انا والزوج فضروري كنخلص. 66 اورو وغترد لي عليه الميتويل. بالنسبه للكابين بحال هكذا راه سي مانيفيك. انا قبل كنت كنمشي عند واحد في بولفار ادمون ماكتانس شحال هادي بيير كان دون سميتو وكنت كنخلص بزاف البنات فريمون ما كنتش حتى كترد لي ميتويل بزاف ولكن هو اللي كنت كنثق فيه لان السنان ما كنبغيش يلعب بهم. مي هنايا الحمد لله كان كلشي مزيان والناس قمه في التعامل وكيدوزوا حتى الوليدات الصغار باش نجيب حتى البنات ديالي يدوزوا واخا هما يلاه دوزوا قبل ما نرحلوا. مي كلشي كان مزيان الحباب. ها نتوما اكتشفتوا كيفاش عامله هنايا معامله طوب 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 نقي كتخدم مزيان كلشي هو هذاك. دابا غادي ندوز ديريكت للاكسيون. خاصني نجيب واحد المنظمات الا نتمنى الله نلقاهم ونجيب معايا واحد البانسو عامل هيدا واحد البانسو صغير ديال الصباغه. الا لقيتو الا لقيت شي جديد غادي نوصلو لكم. اكسيون شويه بعيده عليا زعما ماشي حدا داري ولكن ماشي بعيده بزاف. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوز عند صاحبتي سيها مطلع اللي نشرب معها قهوه نشرب معها كيس القهوه عاد ندخل للدار ان شاء الله وناتاكي الاشغال ديالي. عرفتوا الطوموبيل ديالي مسكينه تهرسات وتكرفصت وني حتى البنات قالوا لي لميه بزاف قولي شي خصكم جوج طوموبيلات هنايا ويا البنات عارفه خاص جوج طوموبيلات. الصراحه ماشي بامكاننا دابا هذوك الفلوس غادي نحتاجهم في حوايج اخرين كنشري الطوموبيل. واخا انا الصراحه ما كرهتش الطوموبيل باش نكون معكم صريحه حيت كنتعطلوا بواحد الطوموبيل حيت هنا ماشي الترونسبور موجود في البلاصه اللي فيها انا بحال في بروكسل. ما هادشي اللي عطى الله ان شاء الله مع الوقت شويه بشويه. حبابي نتلاقاكم من بعد. معايا تلقيت واحدة هيفا الغزالة من العراق وكتبعني وكتعرف اللهجة ديالي. هيفا عرفتي تفهمي مغربي؟ أفهم كل شيء. أفهم سمعتوها كتفهم كل وغزالة هيفا غزالة نهار كبير تلقيتها في أكسيون. الله يحفظك. برا البروكسل؟ إي إي نروح. وهون كيف الحال هون؟ كيف السكن عامل هون؟ والله هنا شوية يعني مو حال مو مثل شو السلبيات مثلا؟ الكآبة كآبة يعني احنا نصحنا يعني مو في كثير حياة بس بالبيت بدك تخلقي جو مو هيك؟ لا الحمد لله الحمد لله هيك وحنا كمان لأنه حتى ببروكسل يعني لو ما خلقتي جو بالبيت ما بتكون حياة حلوة. طبعا شيء أكيد أهم شيء الحياة هي في البيت. أكيد حبيبتي أمانة تجيني تزوريني شي يوم والله بتشرف. والله العظيم والله بعطيك رقمي وبتشرف إن شاء الله وأنت بتجي كمان إن شاء الله راح أعطيك رقمي متشرفة بك. يعني كثير شرفت وأنا والله أنت حلوة إن شاء الله. أنت هلا عندك رقمي تجي اي شيء بتصلي بي اكيد حبيبتي. يومك موفق اختي. الى اللقاء هيفا. اول حاجه غادي ندي هاد لي كاتر هادو عاملين انور وغادي نعمل بهم واحد دي اي واي معاكم حتى نقدر نوريكم. ولكن باقي ناقصني ثلاثه في الذهبي ما لقيتهمش. لقيت البرونز والشامبان والارجنتي. المهم غنقلب هاد لافيل كامله. هادو الثمن ديالهم انور. قلب لافيل كامله ونرجع لكم. درت 14 البنات باقا ناقصاني واحدة. ها نتوما كاملين قلبتهم. هذا ماشي دوغي هذا شامبان. ها نتوما بعيد عليه. كاملين قلبتهم. ها نتوما شفتوه بعيد عليه. باقا ناقصاني واحدة اللي كاين في بخومو. بما انني جيت انا كنعرف البنات مهتمين يشوفوا شنو كاين في بخومو. زيونة هذه البنات شفتوها. الذهبي والبيض عاملة 6 اورو. والله إلا غزالة. فنة. هادي شنو كاين آخر؟ كاين واحد البليد راه هما عاملين 12 اورو الفارو. لقيت وحده منهم صافي. هادشي اللي كاين هادشي اللي اليوم كاين. شوف كاين هاد لي بانسو ولكن والو سوقهم خاوي لا ما تضيعوا فيهم الفلوس. حتى لي غيدو عاملين فيهم لي برومو. كاين اخر صافي بدا حمام اورو مزيانين هادوك الحمام. البنات 6 اورو في بروموسيون. كاينه هادي وكاينه فيها الاسود. هانتوما كيفاش كتجي في الحي شفتوها هيدا وهذا اللون. صراحه البيضه مزيونه وراقيه. فوالا شوفين كاتا هانتوما مزيونين. 15 اورو عاملين فنين. جبت الشنواغ هادو بحال اللي ديت انا ديك المره ب 5 اورو. هما كاينين الغوز باقا وحده الكري ما بقاش. لي بواني هادو ماشي مزيونين. هاد لي بواني ديالو المنظمات اللي بغيتها البنات ولكن ما لقيتش في البيض. لقيت على الكري والنواغ. انا خصني في البيض شفتوهم كبارين اورو 59
وهادو صغارين 89 غادي نديهم هادو صافي. صراحه بغيتهم في الابيض وكبارين ما كنلقاهمش كيطيروا. حتى هادو من الجديد فنيين هانتوما فنيين 8 اورو ولكن راه هي اللي عجبتني هادي عجبني هكذا مخلط شويه سامبل وشويه هكذا مشرط فنه. مرحبا بك، كيف ما شفتوا شنو واقع؟ علاش كنت لاكسنا؟ على الضب كيف ما شفتوا معايا. المهم كان عرق، كان ولي حالتي ملي كنعمل الماسك ما كنقدرش عليه، خصوصا الماسك ديال التوب كيعمل لي الحساسيه. تلاقيت اختي هيفا اللي كنسلم عليها بزاف وكنشكرها على كل شيء، كلام زوين وكل شيء، وكانت ما كتعرف تبارك الله الدول العرب كان كيلقات العسل من فمه ما شاء الله، الكلام ديالهم حلو بزاف. قالت لي انتي حسن في الواقع كما انتي اللي غزاله اختي هيفا عيونك الحلوين. واللي عجبني بزاف هي انها كتفهم اللهجه ديالنا مزيان مزيان. قالت لي البارح تفرجت فيديو كامل خاطر كنفهم عليك كل شيء، نسات شي حاجه في الطوموبيل ودخلت بحال الله وطاحت فيا. قالت لي انا ساكنه ماشي بعيده على هنايا، وهذا الشيء علاش البنات انا ما كنهضرش الطنجاويه 100%، كنهضر شويه متوسطه يعني كنحاول ندخل عليها شتيت ديال اللغه بيضاء ولا شويه ديال اللغه ديال حيت كوميم الهضره ديال الداخليه وهذا كتكون واضحه شويه على الشماليه، الشماليه صعيبه شويه على الناس اللي ماشي مغاربه. فهاد الشيء علاش كنحاول نهضر شويه فعيط مزيون زوين فهمتوا، كنحاول نبسط عليهم شي شويه حيت عندي بنات حتى من دول العرب من السعوديه كنقول لهم مرحبا بكم. هاد الشيء اللي كاين الحباب. المهم دابا غادي نمشي عند صاحبتي نشرب قهوه انا وياها، ولكن تي تجي دري تقول حيتاش انا وياها ملي كيكونوا صافحين دقدقين خدايه من البارح يا بنت دابا كنا خمل الدار مزيان. البارح قالت لي صحات عيانه قلت شي حاجه انا كنشربها انا وياها احسن من القهوه، القهوه شربناها في الصباح وخا ريد بول عارفه البنات والله ما مزيانه، وانا اصلا ما كنصحكمش بها مره وما تعملوش في حالي هذه كنقولها لكم، ولكن شي مره فريمون كتكون محتاجه داك لو كو دو بوس حيت حاسه براسك فاتيكي وخا الفيتامين وخا كلشي فريمون هاد المسخوطه ريد بول كتفيق صافي. بعد صاحبتي كيعجبها المذاق ديالها كتلود عليها الساك مره ملي شربناها معاكم داك المره كتجي عندي شي مره كنجلسوا في هذيك الدريس اللي في الارض كنشربوها انا وياها، ديك المره ما زدنا شربنا اللي كاين. الحباب تنتلقاكم من بعد. شوفوا معايا سهام ديالي نشطه. سلموا عليك البنات سهام. حباب سلاموا ساكن البنات سمحوا لي طاح الظلام ما بقيت صورت لكم والو صراحه، تلهيت في الشغل ديال الدار ما بغى نوريكم غير هاد المنظمات هادو. انا وريتكم الكبارين هما اللي كانوا خصني ما لقيتش جبت هادو، هادو عاملين 89 سنتيم البنات كينظموا مزيان المجوره الحمام البيرواد البنات المهم الدراري المهم الوليدات زعما هاد ديال البنات. البلاستيك ديالهم قاصح بزاف وفنين بخصوص البياض كيطير 89 سنتيم الوحده. هادو حتى هما اورو شي حاجه لقيت غير جوج. هاد لو كادغ هذا حتى هو بغيتو في بيتنا جوج اورو. الماسك ديال رجلينا البنات هذا ديجا هضرت لكم عليه، هذا رائع كتعملو ومن بعد كي كتدوز اسبوع كيبقى يهود لك هذاك الشيء لابو مخت بحال كيهودو هيا اونتي كايوزيتي كيهودو. انا ما عنديش كيو بزاف ولكن كنتبع هذا كنعملو يعني مره في واحد شهرين ثلاث شهور كنعملو، ومن بعد كيبقى داك الشيء يتفرتت في الدار باش ما يديرونجيكمش داك الفراتات ويبقاو يهوطو لكم في الفراش. ملي تشوفوا بدا كيتفتت عملوا واحد الحمام سخون، حمام مغربي ولا دوش سخونه ولا غسلوا رجلكم في بانيو سخون، ومن بعد غادي تحكوه بالحجره غادي يهبط لكم كل شيء. ولا كان عندكم بزاف ديال الكيو في رجلكم عاودوها كل جوج اسابيع ولا شهر حتى توصلوا للنتيجه اللي بغيتوا. رائع هذا الثمن ديالو اورو 79 والبنات اللي معايا قدامين دائما كيعرفوه. المهم البنات شدادو صافي. جبت معايا هاد الليد هادو الوغ شوفوا معايا هاد الليد كاتبين فيهم 6 ديال الواط ولكن لومن 470 يعني كيضويو 470. هادشي شنو كيعني؟ ديك 6 ديال الواط كتعني ان ماشي كتعني انهم ما فيهمش الجهد، كيعني انهم اقتصاديا هما فيهم غير 6 الواط يعني غتكونسومي غير 6 ديال الواط ولكن غيعطيكم الضوء ديال 470 بحال اللي كنقولوا حنا بولاد 60 فهمتوا باش توليو تعرفوا هاد اللعيبه. المهم جبت منهم هادو تنجربهم في داك لاكوافوز، وهادو يا البنات اللي غنعمل لكم بهم دي اي واي. للاسف اليوم ماشي غير الوقت اللي ما قدنيش، الوقت وحتى اللي كتغلقيت ناقص غادي نعدل لكم بهم واحد دي اي واي البنات. عرفتوا شي حاجه الهبل 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 تخيلوهم معايا هكذا البنات تخيلوهم معايا وبلا كادر من داخل غير داك في الدوغي ومضروبين في ثلاثه. المهم غنعدل واحد دي اي واي واعر باللصقه غادي نشاركو معكم ان شاء الله تقريبا قريبا. المهم الا لقيتو هادو غير خذوهم عاملين باورو ولكن ردوا بالكم يكون اللون جولد ذهبي حيت كاين واحد الشامبان كيبان لكم ذهبي هو ماشي ذهبي ملي كتقربوا ليه ماشي ذهبي. انا جبرت 13 باقا خاصني جوج حيت باغا ثلاثه بحال هيدا. راه فين غادي نعملو البنات غادي نعملهم في داك الحيط هذا، راه فين غادي نعملهم شفتوهم غادي نعملهم فوق داك الحيط غادي يجيو رائعين بالطوب. وعاد اهم حاجه ما غيطيحش رخيص يعني واحد الديكوراسيون اللي فنه فوق الحيط، والثمن ديالها غيطيحوا بثلاثة بهم 15 اورو يعني الثمن جد مناسب حيت هادو الثمن ديالهم غير اورو في اكسيون. فوالا بيان سور غادي نحيدو هادشي كامل نخليو هيك كادر الذهبي.
حبيبي هادشي اللي كاين، غادي نشد معكم الفيديو هنا ونقول لكم شكرا لكم البنات، الله يحفظكم الله يكبر بكم الله يسهل لكم اموركم، وكل واحد الله يحقق له احلامه على حق نيته وعلى قد داكشي اللي كيتمنى.